ومشاهدينا، لإلقاء الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر التيمز من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد رائد. بداية نود أن نسمع تعليقك على البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة وأيضا محضر الاحتياطي الفيدرالي. بالتأكيد مؤمن أن احنا شفنا البيانات اللي صدرت يوم أمس وهي الـ ADP القطاع الخاص الأمريكي الوظائف جاءت بأقل من التوقعات وذلك أثر سلبيا على أداء الاقتصاد أو على أداء الدولار الأمريكي على وجه التحديد، فهو إشارة ضمنية على أنه بدأ يظهر بعض الضعف حقيقة على الاقتصاد الأمريكي بنتيجة الإبقاء على سياسة متشددة وأسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة من الزمن، وربما كان هناك تنويهات كثيرة من قبل الفيدرال الأمريكي سابقا أنه سوف يكون هناك ضعف واضح في سوق العمل الأمريكي. ننتظر مزيد من البيانات المؤكدة يوم الجمعة، طبعا مع وجود عطلة اليوم في الأسواق الأمريكية بمناسبة يوم الاستقلال راح يكون عندنا التركيز على بيانات يوم الجمعة وهي الوظائف الغير زراعية الأمريكية، والتوقعات أيضا تشير إلى أنه الوظائف ستكون نموها بأقل من الشهر الماضي، التوقعات بإضافة 194 ألف وظيفة مقابل الشهر الماضي اللي كان 272 ألف وظيفة، مع استقرار معدلات البطالة عند نفس المستويات حوالي 4%. هذا يعني إذا ما جاءت القراءة مطابقة للتوقعات أو حتى أقل، تأكيد على أن إشارات الضعف في السوق في الاقتصاد الأمريكي أصبحت أكثر وضوحا، وربما يؤجل من موعد الفيدرال الأمريكي للقيام بتقليص أسعار الفائدة هذا العام في شهر سبتمبر، ربما يكون الموعد القادم. سيد رائد، إذا ما انتقلنا إلى أوروبا لاحظنا بأن هناك ارتفاعات قوية في الأسواق وأيضا العملات الأوروبية بالرغم من التوترات السياسية في القارة العجوز، فكيف تفسر ذلك؟ حقيقة نحن يعني الارتفاعات هي ارتفاعات متواضعة بعد موجة من الهبوط والضغط الكبير بالاتجاه الهابط، ربما ننتظر العديد من المتغيرات على الساحة السياسية وبالتالي ذلك ينعكس حقيقة على التغيرات في السياسات المالية التي سوف تلحق بذلك. عم نشوف بانتظار الانتخابات الفرنسية، الانتخابات البريطانية كذلك الأمر تأخذ مكانه الآن، هذا التغير في المشهد السياسي والتغير في موازين القوى يؤثر حقيقة على الأداء في الفترة الحالية بالفولاتيليتي أو بخلق تذبذب واسع في الفترة الحالية، وهذا ربما ينعكس أكثر بعد توضح الصورة الجديدة التي تمثل القيادة داخل البرلمان الأوروبي وتمثل القيادة داخل المنطقة الأوروبية بشكل عام، حتى نشوف إذا هذا التعافي سيكون مستدام أكثر في الفترة القادمة أم لا. أما التذبذب الموجود حاليا هو يعزى بشكل كبير إلى أنه يعني هذا التغير أو الانسرتينتي أو عدم الوضوح الذي يكتنف في المشهد السياسي داخل المنطقة الأوروبية. إجمالا هذه الارتفاعات ربما تلحق أيضا ببعض التراجعات أو الحادة، وهنا يتم خلق التذبذب الكبير. التوجه نحو الأحزاب مثل حزب العمال في بريطانيا أو الحزب اليميني ربما في فرنسا سوف لن يكون يعني يقابل بإيجابية كبيرة في أسواق الأسهم، ربما نرى بعض الضغط عليها في الفترة القادمة خصوصا أنه صار من زمان ما كان في عندنا تسلمهم للسلطة. طيب، إذا ما تحدثنا عن مستويات التضخم في المنطقة الأوروبية، هل تتوقع أن يتم تقليص عدد المرات التي سيخفض بها المركزية الأوروبية لمعدلات الفائدة؟ حقيقة على لسان كريستين لاغارد رئيس المركز الأوروبي وأيضا وفق البيانات اللي صدرت مؤخرا، نحن شفنا أن التضخم على السلع والتضخم على الطاقة ينخفض، ولكن لا يزال قطاع الخدمات يتمتع بمستويات تضخم مرتفعة نسبيا في المنطقة الأوروبية، شفنا بقراءات الأسبوع هذا، وهذا تأكيد على أنه يحتاج المركز الأوروبي إلى التمهل بقرار تقليص أسعار الفائدة. كان تم التقليص مرة واحدة وأعتقد سوف يكتفون بذلك هذا العام، وسوف يكون تأخير لأي تقليص آخر ربما للنصف يعني نهاية النصف الأول من العام القادم،
السبب في ذلك هو المخاوف من أن يعود التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، لأنه نحن نعلم تماما قطاع الخدمات ممكن يتأخر بعض الشيء بالانخفاض كما حدث على قطاع السلع والطاقة، ولكن التأخر كان طويلا نسبيا، وهذا ما يفجر المخاوف داخل المركز الأوروبي. نعم. من عدم التسرع في تقليص أسعار الفائدة. أشكرك سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.